السلام عليكم متابعي القناه المريحانه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعض بيني. هاد البيني اش كنحتاجوا ليه؟ عندي هنايا الفينو سميده رقيقه ولا الفينو بالزايد، نقولوا واحد زلافه كبيره ولا جوج زلايف صغار، وحده ديال الفورس، واحد المعلقه صغيره ديال السنيده، الخميره باش غادي نخمروا هاد البيني ديالنا. بسم الله، المعلقة على حساب الخميرة على حساب الجو، إلا بغيتو خمار دغيا ولا بغيتو يدير شوية على حساب الجو. الملحة باش غادي نملحو، وعندنا الماء سخون باش غادي نعجنو هاد البيني. بسم الله، نعطي ليكم مقادير وطريقة في نفس الوقت. هاد البيني راه تيجي زوين وما تيجيش شارب الزيت، وشكل خر على الشفنج. هذا تنخمرو جوج مرات باش مختلف على الشفنج، هذا تيخمر جوج مرات، الشفنج تيخمر غير مره وتتكون العجينه ديالو خفيفه شي حاجه. هذا العجينه ديالو تقريبا بحال ديال الخبز، تيخمر جوج مرات. وخليكم معايا حتى الاخر وغادي تشوفوا الطريقه بالتفصيل بالمومين فيها كلشي ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا العجينه ما كتجيش شاده راسها بزاف، وما كتجيش عاود خفيفه جاريه بحال العجينه ديال الخبز. هانتوما كي كتشوف رانا دلكتها غير بيدي. دابا غادي تشوفوا، غادي ندوزوا للمرحله الثانيه. خليكم معايا حتى الاخر، غادي تشوفوا بواحد الطريقه وكلشي ان شاء الله يعطي. خاصه ضروري تدلك مزيان، لما تدلكش ما غاديش يجيكم البيني مزيان. ودابا غادي نغطي عليها وغادي نخليها تخمر ان شاء الله، ومن بعد غادي نتلاقاو باش غادي نشكلوها ان شاء الله مع بعض. من بعد ما تيخمر البيني ديالنا راه كيجي على هذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا. دابا غادي ندوزوا للمرحله الثانيه ان شاء الله. ها نتوما كتشوفوا، دابا غادي ندوزوا غادي نبداو نكورو. راه تيجي صدقوني تيجي ناشف من الزيت، وخا كيتقلى راه تيجي ناشف من الزيت. غادي نحوروه في الطحين ديال الفينو. بسم الله، من بعد ما كورت البيني ديالي ها هو كانتوما كتشوفوا كنكورو على هذا الشكل هذا. دابا غادي نمشي للاولى اللي هذا، غادي نبرك عليها شويه بحال هكا، وغادي ندير لها تقيبه في الوسط بحال هذا الشكل هذا. انا كنكورو في السميده نتوما كتشوفوا الفينو، وغادي ننزلها هنايا باش نخليه يزيد يخمر على هذا الشكل هذا. غادي نبقى حتى نسالي كاع الطريقه ديالي. من بعد ما كنديروا البيني ديالنا على هذا الشكل هذا ها نتوما كتشوفوا، دابا غادي نغطي عليه وغادي نخليه يخمر حتى كيضاف الحجم ديالو، عاد غادي ندوزو باش نقليه. ديك الساعه غادي نتلاقاو من بعد باش تشوفوا كيف غادي يتقلى، وغتشوفوا الطريقه كامله ان شاء الله. دابا غادي نغطي عليه ونخليه يخمر، نتلاقاو من بعد ما يخمر ونبداو نطيبو ان شاء الله. البيني ديالنا من بعد ما تيخمر راه تيجي على هذا الشكل هذا. دابا من بعد انا غادي نبقاو نطيبو، دابا غادي نبدا نقلي فيه ان شاء الله، وغادي نتلاقاو باش تشوفوا. البيني ديالنا من بعد ما تيوجد راه كيجي على هذا الشكل هذا. تمسحات لي ديك اللقطه ديال اللي كنت فاش كنت كنقلي فيه، سمحوا لي راه تمسحات، والحق الا بغيت نعاود لكم مره اخرى. ها هو كيجي على هذا الشكل هذا، انا دردرت عليه السنيده من فوق وكيجي ناشف وكيجي غزال كما كي كتشوفوا كيجي. دابا غادي نحل لكم باش تشوفوا من الداخل، ها كيجي مفشفش وكيجي واعر ان شاء الله، يا رب تجربوه ويعجبكم. ها نتوما كي كتشوفوا راه كيجي بيني من داكشي عادي، عاد بحال اللي غتعجنوا الخبز غتعجنوا هذا البيني. ان شاء الله يا رب تجربوه ويعجبكم، الى عجبكم ديروا لي لايك.